ماشي. انا بملى بملى الفضل. انا بملى الورق الفاضي اللي هو اللي بتاعه. بتشغلوا لنا اغاني والنبي، بتشغلوا لنا اغاني والنبي، ان شاء الله تتستر، ان شاء الله تنستر. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ انا طلعتكم النهارده بدري، اول مره اطلع النهارده الساعه 10. يا رب يعجب، يا رب يعجب، يا رب يعجب. مساء العسل على اجمل الناس، مساء العسل عليكم والله، مساء السكر والعسل عليكم. يا نهى، يا قمر، يا اميره، عاملين ايه يا حلوين؟ انا قلت اطلع لكم النهارده بدري، وبعد كده بقى نطلع بدري. انا النهارده شفت لايف في المنصوره، واحده بتقول له انا حافظه ميعاد رودي الساعه 11، فعايزين بقى ايه نحفظ ميعاد 10، نخليه من 11 ل 10 عشان الحظر بقى والشتاء والمدارس الموظفين. يا سوزان، يا قمر، انت يا قمر. رودي عاوزه كليهات خفايف. بصوا انا جايبه لكم كليهات خفايف، وجايبه لكم خلاخيل وانسيالات ودبل، وجايبه لكم عقل، علشان امبارح في اللايف، اول امبارح في اللايف بتاع الحصري سالتوني كتير قوي على العقل، فانا جبت لكم عقل، وجبت لكم بقى شويه كليهات من دي، على شويه حلقان، على شويه دلايات بقى من اللي قلبكم يحبها. بصوا انا اول حاجه عايزه اوريكم الحلق الخطير ده. بصوا الحلق ده عامل زي ورقه الشجر كده، واخد الودن كلها، وممكن تحطيه لو عندك خرم تاني تحطيه فيه وتخليه كده بالطول، يعني تخلي الحلق بالطول. استنوا انا عايزه اوريكم يبقى عامل ازاي. بصوا تحطيه في الخرم التاني. انا عايزه بس اتمكن. انتي عسل يا قمر، انتي يا قمر والله، ده انتي قمر وسكر. بصوا كده وتخلوه يلف كده، استنوا اهو، وتخلوه يبقى كده. بس هو عايز بس ايه لا على فكره مش هينفع عشان هو كليبس، فمش بيتحرك، يعني شايفين عشان هو كليبس بيبقى ثابت على الودن. افتكاسه كنت عايزه افتكسها لكم بس طلعت فاشله، معلش بقى. خلاص احنا خلينا نشيل ده دلوقتي لحد ما ايه. المهم بصوا كمان الحلق ده هيعمل له حوالي 3000، حوالي الحلق ده كله هيعمل له حوالي 3000، بس حلق عظمه، حلق عظمه العظمه. بصوا كمان الكوليه ده، يا سيسي يا سيسي، انا عايزه اشوف الايموشن كده ودلعوني. ده انا طالعه لكم بدري النهارده عشان تلموا بدري. على فكره بعد كده شكلي مش هطلع بدري، هطلع في معادي. الكوليه اللي لابساه ده تحفه، البرق مع الكوين فعلا. بصوا كمان والتلات الوان عامل عظمه، بصوا عظمه العظمه، شايفين حلو. ممكن بقى تخليه كده، تخليه طويل، انا مقصره لكم عشان التايجر اللي انا لابساه فمش مبين جمال الكوليه. بصوا حلو قوي، بيبرق كده في الرقبه، بيبرق كده، حلو قوي قوي. اقول لكم سعره كام، سعره حلو يعني. منوره زي كل يوم يا رودي، ده انا منوره بيكوا والله، منوره بيكوا يا حلوين انتوا. الكوليه ده، والكوليه ده كمان مصري، يعني عظمته بقى كمان ان هو مصري. كنت في فرع اسكندريه النهارده، روعه، نورتي الدنيا كلها يا قمر. بصوا الكوليه البرق والكوين ده مصري يا جماعه، ده هيعمل له حوالي 6800، هيعمل له حوالي 6800 بس عظمه، 6800. شايفين عامل ازاي كوين خطير. وعلى فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ان انتوا ممكن، لا مش هينفع يتلبس تو فيس. بصوا هو برق كده ومعاه حمصات، حلوه قوي قوي، مختلف، اه لمسه بتعمل عظمه. بصوا بقى عايزه اوريكم كمان اللي هي استنوا، عايزه اوريكم العقل علشان البنوته اللي سالت عليها كتير. بصوا العقل دي هتعمل لها حوالي، الواحد يعمل له حوالي 950. انا عايزه اوريكم الخاتم اللازور دي المسكر ده، الخاتم ده مسكر، ده هيعمل له حوالي 6500. كل الخاتم ده يعمل له حوالي 6500، واللازور دي 6500، وده هيعمل له حوالي 950. في بقى منه ايه كل الاشكال، في الشكل ده وفي الشكل ده. بصوا ده حاجه كده عامله زي المثلثات، مثلثات كده من جوه، حلوه قوي. بصوا كمان الشكل ده خطير اهو، شايفين. رودي البيرسنج اللي لابساه بكام؟ البيرسنج اللي انا لابساه ب 250. بصوا الاشكال بتاعته اهي، كمان اللي فيه فص احمر ده حلو قوي، اللي فيه فص احمر ده يبقى حلو قوي قوي في اللبس، يبقى كده شيك كده ودلع كده.
رودي في مدرسة طلعي بدري شوية، ميرفت طبعا أنا طلعت الساعة 10 بعد كده اطلع لكم الساعة 9، انتوا قولوا اطلع 9 ولا اطلع 10، رودي عايز الكلية لا يا سيسي لا يا سيسي. بصوا من 200 ل 250، من 200 ل 250 حلو قوي قوي. اللي بصوا في واحد على شكل فراولاية اهو، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لا، خطير سكر قوي. خلاص يا سيسي هبعتهولك خلاص عشان تعبت عليا. بصوا كمان الشكل ده، كان في شكل انا مسكاه اهو، بصوا الشكل ده حلو قوي، ده هيعمل له حوالي 800 جنيه، ده هيعمل له حوالي 800 جنيه، ولا العريض ده هيعمل له حوالي 1200، العريض ده هيعمل له حوالي 1200. ممكن انسيالات تنس والاوزان والمصنعيه. انسيالات تنس، انسيالات تنس ده الماز ولا انت عايزه انسيالات تنس ذهب؟ عندكم في انسيالات تنس ذهب؟ مش فاكره. طب ممكن توريهوني؟ معلش. وبصوا كمان في الشكل ده، الشكل ده كمان حلو قوي قوي، ده هيعمل له حوالي 900 جنيه، حوالي 900 جنيه. بصوا كمان الدلايات، الدلايات حلوه قوي. ايه فين؟ ماشي، هو فكره التنس شويه اهو. بصوا ده حلو قوي، ده بتعمله كام؟ والنبي الكليه ده حوله الحصري اهو يا سيسي، الكليه ده حوله الحصري للسيسي كام؟ ماشي، انا افتكرت عارف هيعمل له حوالي 12 ونص، حوالي 12 ونص. التنس ده الاسطوره الكميه بكام؟ ايه الاسطوره الكميه ده؟ والنبي يا حسام هات لي طعم كمية، والنبي او يا صبح هات لي طعم كمية اللي خلي عشان بسالوا عليه. عايزه الكولي المونكي، المونكي اهو، استني هحوله لك على اسكندريه حالا، استني هوريه لك اهو. الكولي المونكي هيعمل له حوالي 6500، الكولي المونكي هيعمل له حوالي 6500. هوريكم دبل، بصوا انا جايبه لكم دبل قد ايه، كل اشكال الدبل هنتفرج عليه. وادي الطعم الكمية، الطعم الكمية هيعمل له حوالي، ده الكولي بتاع الكمية. وفي زي ما قلت لكم ان انتوا لو بس بتحبوا الاطقم الكميه تاخدي الدلايه الكميه ومعاها سلسله، ده هيعمل له الكليه هيعمل له حوالي 23000، والانسيال هيعمل له في حدود 10500، والخاتم هيعمل له مثلا حوالي 4500 حوالي. يعني الطقم كله يعمل له كام؟ يعمل له مثلا حوالي 35، يعني من 35 ل 40000 في الرينج ده اهو. الكليه المونكي حلو قوي الكولي ده فعلا، هيعمل له حوالي 6500. بصوا قمر، امور قوي سكر كده، عارفين شقي كده حلو قوي قوي. استنى لبسته غلط، ورينا بليز الخواتم اللي بتتلبس في الصوابع كلها. ايه الخواتم اللي بتتلبس في الصوابع كلها دي؟ اهو الكولي المونكي اهو، حلو قوي قوي اهو، شايفين عامل ازاي اهو بالراحه. في سلسله كارتيه طويله، في سلسله كارتيه، عايزه سكرتي اوريها لك دلوقتي. عاوزه خواتم كف وفراشه من غير فصوص، والنبي يا حسام خواتم كف وفراشه والنبي. بصوا حلو قوي، يعمل له حوالي 6500. يا نسمه انت كمان وحشتيني. وادي الكوليه الكارتيه هيعمل له حوالي 7000، الكوليه الكارتيه هيعمل له حوالي 7000 اهو. الكوليه كده بيبقى عامل زي الجرومات كده على الرقبه بس خطير. الكارتيه برده يا جماعه ما بتروحش موته ابدا، حلوه قوي قوي. الخواتم دي في منها فرع، فرع في اسكندريه، اه موجود في اسكندريه اهو. انا عايزه اشوف الاموشن يا جماعه، انتوا ليه نايمين النهارده بتنيموني؟ ده انا اقسم بالله النهارده كنت تعبانه ومش قادره اطلع، وقلت اطلع عشان خاطر عيونكم. الزرو دي الصوره مش مظبوطه، احلفي والنبي ما تفتحوا اللايف كده شوفوا الصوره مظبوطه ولا لا، والنبي الله يخليكم. ايوه كده عاملين الاموشن كده. ده يعمل له حوالي 7000، الكوليه الجرومات هيعمل له حوالي 7000. الخاتم والدبله مع بعض بكام حضرتك؟ في الخاتم والدبله اللي هم ب 1000، وفي اللي ب 1500، وفي بقى زي ما تحبي الدبله بقى تبقى ب 2000 ب 3. عاوزه ايه؟ السبحه الخفيفه حدود 2000، ويا ريت ترد يا رودي. يا سلمى انا مش فاهمه انت كاتبه الكلمه غلط، فانا مش فاهمه انت قصدك سبيكه ولا قصدك سبحه. منوره يا رودي، ممكن دبل بلجاري واوزانها، والدبله البلجاري والنبي يا حسام معاك. بصوا كمان الطقم دوت حلو قوي مع بعض، الاسوره والخاتم مع بعض حلوين قوي، ينفعوا كمان للشبكه، يبقى طقم شيك كده وحلو. لو سمحتي ممكن اعرف الحظاظات الرجالي موجوده في لايف معايا؟ لايف فين؟ طالع منين؟ منين؟ اللايف بتاعي شغال منين؟ ما
البلغاري اهي، اهي الدبله البلغاري حلوه قوي 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 برضو. الدبله دي انا بعشقها. منين؟ من المنصوره. حلوه قوي قوي. طب قولوا لي منين والله، من انهي فرع فاتح لايف. بصوا حلوه قوي دي، هتعمل لها حوالي 6000، هتعمل لها حوالي 6000 جنيه. حلوه قوي، حوالي 6000 جنيه. وفي الخاتم الفراشه اهو يا قمر اللي سالتي عليه، بس هو فيه فصوص شويه يعني، يمشي معاكي فيه فصوص شويه يمشي. عنوان العباسيه لسه مش عارفه، بس اللي عارفاه ان هو هيفتح في شهر في اول 11 اهو. حلو قوي الخاتم الفراشه ده، شيك كده مدلع نفسه كده، حلو قوي قوي. وفي كمان الخواتم، بصوا في كمان الخاتم الفراشه ده اهو، ده هيعمل له حوالي 8000، ده هيعمل له حوالي 8000 جنيه. اهو حوالي حوالي 8000 جنيه، حوالي 8000 جنيه. المنصوره ماشي. بصوا كمان الخاتم الكف ده حلو قوي قوي، بصوا حلاوته وطعمته، طعم طعامه مفيش بعد كده. ممكن حلقان طويله؟ اه طبعا ممكن. انا عايزه اقول لكم ان بصوا الحلق ده، الحلق ده حلو قوي. بصوا عامل ازاي، ده جرومات وخفيف كده وقمر. بصوا هيعمل له حوالي 4000 جنيه، هيعمل له حوالي 4000 جنيه. حلو قوي قوي، حوالي 4000 جنيه. لمسه بتعمل عظمه، لمسه بتعمل عظمه بيكو. حلو قوي قوي زي القمر يا مزين يا قمر. في انسيالات جرومات، انسيالات جرومات ماشي، انسيالات جرومات والنبي هاتوها لي. بصوا حلو قوي قوي، هيعمل له حوالي 4000. بصوا كمان الخاتم الفراشه ده، نعمل له حوالي 2000 وشويه حاجه في الرينج ده. حلو قوي قوي، انا عاوزه اشوف دلايات لوحدها. حاضر تعالي نبدا بالدلايات الكوين. بصوا بقى، هو عشان نعمل عظمه، عشان نعمل عظمه، عشان نعملوا لنا عظمه في المنصوره في وشنا دلوقتي. طب لو هما فاتحين كلموهم خلوهم يقفلوا. ماشي، بصوا لما تحطي فيه، بقول لك ايه، خد شيلي الليبل منه ووريني عشان مش باين. بصوا في الدلايه الكوين دي اكبر شكل، دي هتعمل لها حوالي 5000. لا استنوا، ده في اكبر، دي حوالي 5000 ودي حوالي 6500، دي 6500 ودي 5000. ماشي اهو الانسيال الجرومات ومعاه الكوين، الدلع كله بقى، ده الدلع كله. هو الانسيال الجرومات بكام؟ اه استنى اهو اهو، الانسيال الجرومات هيعمل له حوالي 5400، حوالي 5400. والدلاية هتعمل لها حوالي 1200، الدلاية هتعمل لها حوالي 1200. الناس عمالة تقولي في لايف شغال تاني، مش هتكلموهم خليهم يقفلوا، كلمهم في المنصورة يا صبحي خليهم يقفلوا. بصوا حلوين قوي مع بعض، يعني قولوا الاتنين مع بعض يعملوا لهم حوالي 6000 وشوية. الجرومات هيعمل له حوالي 5400، والدلاية هتعمل لها حوالي 1200، يعني اصلا فاشله قوي في الحساب، حوالي مثلا 6800 حاجه كده. حلوه قوي قوي. وفي كمان الدلايات البلغاري اهي، دي الصغيره، دي هتعمل لها حوالي 2000، دي حوالي 2000، ودي هتعمل لها حوالي، استنوا، دي 1000 دي دي 1800، دي 1800. ودي سلاسل محجبات، ويا ريت بلغاري ما تجيب لنا سلاسل محجبات، بس بيتهيألي مفيش بلغاري، بس هجيب لك سلاسل محجبات. طب قول لهم، طب بص خلاص يعني نكمل الحكايه بعدين، وقول لهم يقفلوا اللايف. حلوه قوي قوي، دي هتعمل لها حوالي 2500، اللي هي الكبيره هتعمل لها حوالي 2500. بصوا بصوا دي دلاقه، دي اهي سلسله محجبات اهي. حلق دبدوب لو سمحتي، في حلق دبدوب، استني هجيبهولك. احمد اسماعيل يا جماعه اخر اللايف خلاص. ماشي بصوا اهو، ده يمشي شويه خاتم حلق دبدوب اهو، ده هيعمل له حوالي 1000 استنى اقول لكم ايه، والنبي شوف كده. شوف لي الحلق بكام. مش عارفة التانية مش موجودة.
شوفها كده في الترين. احلى رودي احلى دهب يا قمر. انت عاوزينك في بورسعيد بقى؟ حاضر يا كوكو والله قريب قوي. عايزه انسيالات على انسيالات على ساعه في حدود 3000 او 4000. حاضر اهي السلاسل المحجبات حلوه قوي قوي دي. هتعمل لها حوالي 6200 حوالي 6200 حوالي مش عارفه. مش عايزين يشغلوا لي يا جماعه؟ شغلوا اغاني. اقفل وشغل اغاني. ماشي يلا ماشي يلا شغلوا اغاني. الناس والمصحف هي اللي عايز تسمع اغاني. يلا هتعمل لها لا ما احنا بنغني من المنصوره. المنصوره مشغله لنا الاغاني. بصوا كمان دي كمان حلوه قوي. بصوا الشكل فيها فراشه. انا مش عارفه اقيسها لكم عشان مش باينه خالص. بصوا اهي بس طولها هيبقى لحد هنا. الطول اهي بصوا طولها بتاع بتاعها هيبقى لحد هنا. انا كمان بحبكم قوي قوي والله. تاني 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 بصوا. نعم غوايش كيمك 21 الغوايش كيمك ال 21 بتبدا من كام؟ بتبدا من كام فلوس؟ مفيش قلق جنبي. يا ربي. الحلقه الدبدوب 500 جنيه. الحلقه الدبدوب اللي وريته لك 500 جنيه. في الكيمك بتبدا في رينج ال 8000. خواتم اطفال في حدود كام؟ هو كان في خواتم اطفال هنا صح؟ 400 لحد 670. عم محمد بيقول لكم من 400 لحد 660. مش عارفه 660 صح؟ 700 600 600 700. اصل والله في الثاني وطرني وطرني. وستار دي بتاعت ايه؟ خلاص خدها خد عشان ابتدت ابتدت تتشبك مع بعض. والله العظيم يا ام راجح ده انت السكر وقمر وعسل. بصوا كمان الحلقه ده الحلقه ده كمان حلو قوي. بصوا بس عامل ازاي خطر تحسوا كده ان هو مختلف كده. خواتم البيبي بتبدا من اول 400 لحد 600 700. من اول 400 لحد 600 700. واللمسه بتعمل مفيش إيه؟ عندك خلاخيل؟ لا عندي خلاخيل طبعا. اللمسه بتعمل عظمه بس. بصوا الحلقه ده حلو قوي قوي. النبي ابيض شوف الحلقه ده بكام عشان معلوش ليه. ممكن تشكيله حلقان جديده. طب يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بصي القمر ده حلو قوي. ده اللونين في بعض روز جولد وجولد مع بعض. حلو قوي قوي. انا عايزه اشوف الاموشن. ايات عايزه دلايات ايات قرانيه النبي. ده 10550 10550 الحلق ده. الحلق ده خطير. دلايه شنطه. حاضر 10550 ده 10550. وفي الدلايات اهي اللي بقفل عشان سالتوني عليها كتير قوي اللايف اللي فات اهي. ده عامل قطر وده سفينه ده ولا ايه؟ ولا ده استاد ولا ايه؟ مش عارفه ده ايه. عامله زي القلعه والله ما بهزر. دي الدلاقه مش دي عامله زي القلعه. وده من طاد اهو. الحاجات دي بتبدا من اول 1000 ونص لحد 2000. من اول 1000 ونص لحد 2000. ده فوتيه اللي هو ايه؟ كرسي. كرسي والمصحف. كرسي لا ما تقولش. اللمسه بتعمل عزم والله. لا لا على فكره مش فوتيه يا عم محمد. لا فوتيه يا حبيبتي انا لسه كنت قاعد عليه. ده طلع كرسي. ده طلع كرسي. وعايزه دلايه فرداتشي. الله يخليكم النبي تعبك معايا. بصوا كمان الدلايه العين الصغننه دي. سكره سكره. رودي افتحوا في طنطا. حاضر عينيا. حلو قوي قوي قوي. بصوا 950 950 الدلايه الصغننه دي 950. بصوا كمان الحلق ده. الحلق ده يا جماعه والمصحف عظمه. الحلق ده عظمه العظمه. ممكن تفكوا لي الحلق دوت؟ ممكن يا جماعه تفكوا لي؟ عاوزه خواتم خفيفه والنبي. تعالي لي بص ده هيعمل له حوالي 2000. ده هيعمل له حوالي 2000. فين المكان لو سمحتي؟ انا في التجمع. وبصي ده ده خطير. ده قمر قمر قمر. ده هيعمل له حوالي 2000 جنيه او 2100. النبي شوفي ازاي. دي 2950 الفيرزاتشي الصغيره 2950. انا منوره بيكوا والله. في واحده بتقول لي ده الكولسيوم بتاع روما 55 بتاع روما 5000. ودي 5 ودي 5 5050. لا فوتيه 5 5050 اهو. عمالين يقولوا مبنى في ايطاليا. ده مبنى في ايطاليا. السد ده ايه الجهل اللي انا فيه ده؟
مبنى في ايطاليا. يعني ما طلعش فوتيه يا عم محمد. لا يعني انت عامل ازاي في التجمع؟ ممكن اشوف الشرابه الخفيفه بس دي بتبقى عيار 21. 1550 ده مش كان في شرابه خفيفه؟ معلش يا مستر محمود هات لنا الشرابه الخفيفه. 1550 حلو قوي. مين يسوي؟ وادي الخلاخيل عشان كان في بنوته بتقول عايزه اشوف خلاخيل. حلقاني يا جدعان صغيره البيبي. حلقان صغيره البيبي. النبي الله يخليك. الخلاخيل دي يا جماعه بتخطف القلب. بتخطف القلب. اهي الشرابه. الشرابه الخفيفه شويه دي هتعمل لها دي عيار 21 هتعمل لها حوالي 4500. حوالي 4500 حلو قوي قوي. وفي صغننة القمر بتاعتها دي. حاضر يا محمد. دي هتعمل لها حوالي 2700. دي هتعمل لها حوالي 2700. انا طلعت انا الحمارة والله. والله العظيم انا طلعت جلع. قلت انا اللي شايف الكرسي غلط. السبب انت جايب بنتي في الجهاز. ده دي هتعمل لها حوالي 2500. حوالي 2500 حلوة قوي قوي. والله انتوا ناس عسل. والله ان ورايا جيش جامد جدا. اهي حلقان الاطفال اهي حلوة قوي قوي. انتوا اللي عسل والله. وامامير يا خوخة يا قمر. انت يا خوخة يا قمر. بصوا حلوة قوي الحلقان دي. الحلق ده هيعمل له حوالي 1200. ده حوالي 1200. والقلب ده يعمل له حوالي 700 جنيه. وده هيعمل له حوالي 750. 750 700 1200 عشان ده تقيل شويه. 500 حلوين قوي قوي. وينفعوا كمان لبيبي. ينفعوا الخرم التاني تبقى عظمه. يبقوا عظمه. ولو الخرم ده عادي شغال مش هيقول لك لا. حلو قوي قوي. وفي بقى حلقان الاطفال بقى اهي. ما ينفعش مثلا حد كبير يلبسه. لا لسه ما تحورش اهو. الخلاخيل اقول لكم حالا. حلقان الاطفال دي بتبدا من اول 1000 جنيه. من اول 1000 جنيه لحد 1500. الاسعار دي بالمصنعيه والضريبه والدمغه. الاسعار دي بالمصنعيه والضريبه والدمغه. بس ممكن تقل او تزيد. تقل او تزيد حاجات بسيطه. الخلاخيل بقى من 1500. الخلاخيل من 1000. من 1000. طب هقول لهم واحده واحده. بص اللي هو المسمار ده المفتاح اسفه هيعمل له حوالي 1500. حوالي 1500. اللي هم فيهم الازرق دول حوالي 500 جنيه او 550. حلوين قوي قوي. واللي هو فيه اللولي اللي هو الدبل ده هيعمل له حوالي ايه ده 600 جنيه معقول؟ هنا 1500. اللي هو الدبل ده 1500 بس خطير. لودو لو سمحتي عاوزه خلخال ب 500 وخاتم جروميت ب 1000 ابو 1300 فرع اسكندريه مش موجود فيه هبعتهم لك. اهو الخلاخيل اللي ب 500 اهي. الخلاخيل اللي ب 500 انا عاوزه اختار بنفسي. مش هختار في اللايف. تعالي الفرع ونورينا. ده انا بديكي فكره في اللايف. انما تيجي الفرع تنورينا. ده انا نفسي تيجوا للفرع. بصوا بقى تعالى اوريكم الدبل عشان الناس اللي عماله هتتجنن على الدبل. الدبله القلب دي دبله سكره كده وتمشي بقى ايه تمشي عقله. دي تعمل لها حوالي 2000 وشويه. بصوا فيها القلوب الزرقاء دي قميله خالص. ممكن خواتم عقل. حاضر انا لسه عارفه خواتم العقل هجيبها لك حالا. كان في خواتم العقل هنا اخدتوها. تعمل لها حوالي 2000 وشويه. الحروف الانجليش بتبتدي من اول 500 لحد 1500 بتهيألي. ودي ب 1000 جنيه. الدبله دي ب 1000 جنيه. يا رشا يا قمر ممكن محابس تتلبس فوق الدبله. بصي دي الدبله اللي ب 1000. وبصي المحبس الخطر ده يعمل له حوالي 2800 جنيه. حوالي 2800 جنيه. فرع العباسيه هيفتح امتى؟ ان شاء الله في اول 11. وعاوزه اشوف الايموشن. يا ايمي انت شربات وحلويات ومسكرات ومسكرات. يا رودي ده انت اللي قمر. في حلقان اطفال بريمه. الحلقان دي كلها حلقان اطفال بريمه اهي. ودول كمان بريمه. ودول كمان بريمه. كل الحاجات دي بريمه. الخواتم العقل اهي من اول 800. اقصى حاجه فيها 1000. يعني الخواتم العقل من اول 800 لحد 1000. العقل اهي. عايزه بيرسينج. حاضر اهو.
من اول 200 ل 250 من اول 200 ل 250 اشكالهم حلوين قوي قوي. بصوا حلوين ازاي، فظاع 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 فظاع. بصوا خطر خطر. عندنا العقل الطويل حصريا للتجمع. العقل الطويل، العقل الطويل بحوالي 1200. ايوه العقل الطويل حوالي 1200. يا لولو انا معاك يا هو والله. رودي ردي عليا دلايات ايات قرانيه خفيفه. والنبي يا ضياء هات ضياء، يا ضياء والنبي هات معاك دلايات ايات قرانيه. الله يخليك انا كفرت ضياء النهارده. لا لا ده متوتر. معايا 4000 جنيه ينفع اشبك بيهم البتر؟ طبعا ينفع تشبك بيهم طبعا. في هات لنا والنبي يا عم محمد اللي حاجاتهم 4 و5. احنا عندنا كل حاجه، هتخطب مالكوش حجه. اهي الدلايات اهي، دي عليها ايه الكرسي اهي اهي. دي التفاحه دي هتعمل لها حوالي 600 جنيه، وفي اللي مكتوب عليها ما شاء الله هتعمل لها حوالي 700 جنيه. اهي حلوه قوي. ودي مرسوم عليها الكعبه حوالي 700 جنيه. ودي مكتوب عليها يا رب 600 جنيه. يا رب 600 جنيه. يا رب 600. بصوا كمان الدبله الفيرزاتشي دي فوق الخطر، يعني هي عدت الخطر بشويه. اخطب يا حبيبي براحتك. 4700. 4700 جنيه. اخطب وما يهمكش، تعال لنا واحنا هنخليك تخطب. احنا هنعمل لك الفرح اهو، وهنعمل لك شبكه هنا ونزغرت وايه وهنرقص. 4000 وكام؟ 4700. حوز 700 وتعالى. 4700. في بقى من زي دي اشكال بقى كتير. بصوا كمان الشكل ده، القلب كمان حلو قوي قوي، حلوين قوي قوي. قابل قابل يا عم. حلوين قوي قوي. بصوا كمان المحابس بقى، التونزات التونزات وجمال التونزات. استنى مش عايزه اخش في ايدي اهو. في ساعات دهب، في ساعات دهب بالطبع. وفي ايه النهارده؟ انا الناس كلها عم تتصل عليا وما بقت اللايف وبيفتحوا لايف عليا، يعني مش عارفه في ايه النهارده. ده هيعمل له حوالي 4800، حوالي 4800. حلوين قوي قوي. وده كمان ده هيعمل له حوالي 4000. 4000 4800. حلوين قوي قوي. دلايات باليرينا؟ لا مفيش، في سلسله، السلسله بالدلايه كليه. كليه ماشي. الدلايات القرانيه 500. قلت لهم عليها. بصوا كمان الخواتم دي، الخواتم دي كمان تنفع للمحبس فوق الدبله. دي تنفع. انا مش شايفه الايموشن ليه يا جماعه؟ ليه مش بتعملوا لي؟ انتوا مش حابيني النهارده؟ انا حاساكم مش حابيني النهارده، ولا عشان هو النهارده التلات؟ قولوا لي. لا طبعا في فرع في المنصوره. الادمن دلوقتي هيحط لكم العناوين. ده هيعمل له حوالي 4000. الفان كليف ده هيعمل له حوالي 4000. ده هيعمل له حوالي 4000. فان كليف الابيض دوت قمه في الشياكه والطعومه. بصوا كمان دول كمان حلوين قوي قوي. اهي سلاسل فاضيه كارتي اهي. استنى كان لسه اللي كتيره معايا. كل كان لسه معايا حالا. انا اتجلب. انا اتجلب. الكولي كان لسه معايا دلوقتي. بصوا الخواتم دي عقبال بس ما نلاقي الكولي. لا الزبونه بتتفرج عليهم. بصوا حلوه قوي قوي، حلوين قوي. هيعملوا لهم حوالي 4000. والله احنا بنعمل عظمه والله. في ساعات ذهب، في ساعات ذهب بس بتيجي بالطلب. ردي لو سمحتي يا يارا انا معاك اهو يا قمر والله. بصوا كمان الكليهات دي تقيله شويه بس عظمه. يعني تشوفوا شكلها كده تقولوا مثلا ان هي تعمل لها حوالي 12000 13000، بس في الحقيقه ده ب 7200. ده 7200. 7200 الكوليه العظمه ده 7200. وفي زيه الورده، الورده برده فظيع 7700.
ده 7700 الكليه العظمه ده. انا بقالي شهور بسال على دلايه امي والله العظيم خلصانه دلايه امي خلصانه. بس استنوا في كليه كان في كليه على امي بس باين برضو عليه خلص امي اهو 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 يا عم محمد اللي فيه اللولي ده اهو الصدف اللي هناك ده اهو اهو ده؟ ايوه ده ربنا يخليها لي امي اهو الكليه اهو. يا رودي ردي عليا فين عنوان العباسيه. والله يا منال لسه ما اعرف عنوان العباسيه لسه ما اعرفش العنوان. غوايش الاطفال تبدا من كام يا عم محمد؟ غوايش 18 في حديد 4 جرام تعمل لها 3300 وفي اساور في اساور الاساور ممكن 1500 ممكن 2200 و2500. انت سمعت يا عم محمد دي هتعمل لها حوالي 2500 حلوه قوي 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 اهي اللي هي هي الصدف حواليها كده والفصوص واللولي والقمر والعسل وكلمه امي في النص. لازم ندلع الامهات كده. شايفين السلسله مدلعه الاسم ازاي؟ ايوه مش الام دلعتني لازم ندلع. مش الام دلعتني لازم ادلع يا حبيبتي يا ماما. بصوا كمان دول كمان في كف استنى كان لسه في كف اهو كفين بصوا الكف الفراشه ده امور قوي امور قوي. بصوا عامل ازاي اهو الكف اهو حلوه قوي قوي. ده هيعمل له حوالي 3200 او 3100 من 3100 ل 3150 اهو 3150 حلوه قوي قوي. الكف الفراشه ده مفيش دلايه لوحدها امي دلوقتي هتيجي اول ما تيجي هطلع لكم بيها في الكوليه اللي وريته لكم. وبصوا ده هيعمل له حوالي 2400 حوالي 2400 حلو قوي ده برده حلو قوي قوي سكره كده. طيب يا حلوين انا مش عايز اطول عليكم النهارده انا طلعت كده دردش معاكم شويه النهارده ويا رب يكون لايف كان خفيف على قلبكم. وان شاء الله استنوني بكره في لايف احلى من كده بكتير عشان قفلوا علينا في المنصوره ده انا الله يسامحهم. وان شاء الله استنوني بكره هنغير بقى الميعاد نخليه 10 او نطلع 11 وعلى الله حكايتنا. يلا صباح على خير باي باي.